بخير. معانا فرخه ومعانا رز بسمتي ومعانا تشكيله من التوابل العربيه اللومي، ومعانا القرفه اللي هي الدرسين، ومعانا الحبهان اللي هو الهيل، ومعانا الورق اللوروي. المقادير على الشاشه بسيطه وسهله: فرخه، رز بسمتي، جزر، كوسه، بتنجان، لومي، قرفه، حبهان. الماده الدهنيه بتاعتي ممكن تكون زبده او زيت، هنشوف هنستخدم ايه مع بعض دلوقتي، وبقدر الامكان نخلي فيها شويه القيمة بتاعت الدهون قليلة جدا إذا كانت سمنة أو زبدة. المقادير معانا على الشاشة، تعالوا نبدأ نشتغل فيها كده مع بعض. طاسة شديدة الحرارة، هنحط معلقتين زيت مع قليل من السمنة. حلو الكلام؟ عشان عايز أحمر الفراخ دي تحميرة حلوة الأول كده مع بعض. حلوة. ناخد الفرخة اللطيفة دي كده. ممكن على فكرة تتعمل باللحم الضاني، بما ان الاكل صحي النهاردة فانا هعملها بالفراخ، ولكن افضل حاجة الكبسة لو تتعمل باللحم الضاني بالتأكيد طبعا بيكون طعمها مميز. ناخد الفرخة الجميلة الحلوة دي كده عشان تستوي معايا بسرعة. بشيل السلسلة اللي بتعمل مشاكل دي كده. دايما اللي بتقعد في الفرخه بتاخد وقت كبير في السوى هي السلسله بتاعتها، بس دي انا مش هرميها، هخليها في ميه هنا تغلي مع جزريه حلوه كده، مع شويه بصل، شويه ثوم. هقدر اخد شويه شوربه حلوين اغذي بهم الكبسه بتاعتي. ده المطبخ، مفيش حاجه تترمي من الفرخه. مع عود زعتر حلو، مع بصلايه حلوه. ازاي تقدري تصنعي طعم حلو مش شويه ميه قدامك على النار؟ والفص الثوم المحترم. اصبح هنا الشوربه جاهزه لكل حاجه. تمام. ناخد الفرخه دي بقى نقطعها اربع تربع تمن قطع زي ما انت حابه. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو قوي. يعني هو الافضل اربع قطع، بس احنا طبعا عشان ممكن عدد افراد الاسره قطعيها لي ثمانيه بالشكل ده كده. التحميره انا مش بتبل الفراخ، انا بحطها مباشره في التحميره دي كده، وفي الاخر بتبلها وهي على النار. الله على الريحة الجميلة. على فكرة لما تحمري الفراخ من غير أي توابل أو أي بهارات زي ما أنا بحمر دلوقتي كده، دي أمارة تقول لك إن الفراخ فيها زفارة ولا ما فيهاش. كذلك عندك لحمة أنت شاكة في إنك أنت مطلعاها من التلاجة بقالك فترة طويلة، وشاكة في إن هي مثلا تاريخ صلاحيتها في مشكلة، حمريها من غير أي توابل وحطيها في النار من غير أي توابل. شمتي ريحه كريهه غير مرغوب فيها، اعرف ان الفرخه مش تمام، يعني ريحتها مش كويسه او ان هي غير صالحه. اما التوابل طبعا مش بتبين لك العيوب بتاعه الايه؟ الفرخه. سواء فراخ مش مغسوله كويس، مش متنظفه كويس. شفت الفراخ بتحمر بالشكل ده كده ازاي؟ اهو. تاخد لون. دي خطوه اولى. ده انزلي بالبصل بتاعك بقى. والبهارات بتاعتك الحلوة الشيك، البهارات العربية اللي بتتكلم عربي. التحميرة دي مطلوبة. كبسة سهلة جدا تقدري تعمليها بسهولة، تقدري تعملي الطعم الأصيل العربي بسهولة باستخدامك للبهارات العربية الخمسة. أستاذ مخرجنا الجميل ننوه عنهم كده، اللي هو الحبهان، بيسموه في الخليج الحبهان، احنا بنسميه عند العطار هنا الهيل. القرفه بيسموها في الخليج الدرسين، احنا بنسميها هنا قرفه. القرنفل اللي هو المسمار بيسموه في الخليج، احنا بنسميه القرنفل. اللومي اللي هو الليمون الجاف،
ده المسمى بتاعه في الخليج لومي. الورق اللورو او ورق الغار كمسمى له سواء في الخليج او في مصر. دي البهارات السته المطلوبين لعمل اي اكله عربيه من المطبخ العربي، سواء السعودي او الاماراتي او الكويتي، كل المطبخ العربي الاصيل. الست انواع البهارات الموجودين بما فيهم طبعا الفلفل الاسود، معلش ده مهم جدا، او الجنزبيل، دول مطلوبين جدا وهم دول عنوان المطبخ العربي. من غيرهم الاكله لا تسمى اكله عربيه نهائيا، اللي هو اللومي والقرنفل اللي هو المسمار والحبان اللي هو الهيل والقرفه الخشب اللي هي الدارسين واللومي اللي هو الليمون الجاف. هناخد البهارات دي ننزلها على الفراخ زي ما هي كده صحيحه. الليمون الجاف، تركات المغازي كالعاده ياخد حبايه الليمون ديت يكسرها كده، مش عايزه تتكسر ليه، ناخدها كده تكسيره، مهم جدا على فكره. ناخد واحده ثانيه، دي عايزه تتكسر، انا احبها تتكسر في قلب. بسم الله الرحمن الرحيم، اهي دي مهمه جدا مخرجنا معلش بعد اذنك. دي تركات المغازي، الليمون الجاف بيديك الحموضه والطعم العربي في ان هو الفراخ تاخد نفس الطعم او الرز. ننزل بقى كده، ننزل بالميه بتاعتنا، خلصت الكبسه كده. كل القصه هنا الرز، اللحم ده او الفراخ هيستوي يوصل لمرحلة تلات ارباع من السوى، بنحط الرز على الفراخ او اللحم. هي دي الكبسة على اصولها. ليه سموها كبسة يا مخرجنا يا جميل؟ علشان بنكبس اللحم او الفراخ جوه الرز. عكس البرياني وعكس المندي. طبعا انا ما حطيتش الملح، مش هنحط الملح خالص دلوقت. نحط الفلفل الاسود بتاعنا اللي بيدي مذاق خاص للشوربة والمرق بتاع الفراخ. لو انت بتعملها باللحم الضاني حط قرفه باودر او القرفه الناعمه، عشان القرفه الناعمه بتشيل الزفاره من اللحم الضاني، خاصه الاطفال مش بيحبوا اللحم الضاني زي الكبار، فاحنا بنحط القرفه علشان نشيل الزفاره. بنحط للامانه كده معلقه بابريكا صغيره، عايزاها حمراء بتحط لها طماطم، عايزاها اللون الابيض تخليها كما هي بلون المرق بتاعها، سواء مرق لحم او مرق دجاج. هي دي القاعده الاساسيه لعمل الكبسه السعودي من المطبخ السعودي. عايزاها حمراء بتحط لها عصير طماطم، عايزاها بنفس اللون بتخليها زي ما هي. معانا الفراخ نبص عليها قبل ما نطلع الفاصل عشان نضيف لها الخضار ونبقوا ماشيين مع بعض خطوه خطوه. نعم يا سؤال حلو، بيقول لي ليه ما حطيتش الخضار في الاول؟ الوقت او الطايم اللي هيستوي فيه الفرخه أكبر بكتير من الوقت اللي هيستوي فيه الخضار، فأنا في الوقت ده وفي الحالة دي أحط الخضار، بس قبل ما أحط الخضار لازم أحط الملح. علل ولماذا؟ مش هجاوب على السؤال ده برضه غير بعد ما نطلع الفاصل، أوعى تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. طبيعي إن الفراخ هنا قربت تستوي. حلو الكلام؟ فأنا لازم أقطع الخضار بتاعي واحطه على الفراخ. حلو؟ طيب، طب ليه يا شيف مغازي السؤال ده؟ كنت انا طبعا سالته قبل الفاصل. مهم جدا ان انا لما اجي احط الخضار على الفراخ لازم الفراخ تكون قربت تستوي، زي اللي معايا دلوقتي كده. هنقلها على نار هاديه شويه وتعالوا نقطع الخضار ونحطه على الفراخ. ادي البتنجان، انا للامانه بحب البتنجان لما يكون مع المقلوبه، بحب الكوسه لما تكون مع المقلوبه يعني مع رز، بحبها لما تكون بتشارك في الكبسه. كبسه بالخضار، باللحم والخضار او بالدجاج والخضار، يعني مش الكتير بيرغب فيها، دايما بنحب الكبسه بالهبر. من الاخر الجزر يتقطع بالشكل ده كده، بتنجان ابيض واسود عشان نرضي الطرفين، هناخد الخضار الحلو ده كده بنحطه على الفراخ وهي بتغلي في هدوء كده، ونغطيها شويه
أعتقد وقت تسوية الخضار بيناسب تسوية الرز، فممكن إن إحنا نضيف الرز مع الخضار بالشكل ده كده. طبعا دايما الكبسة لما بتكون بالخضار وبالدجاج أو باللحم مش المفروض يكون الرز كتير، لأن يعني بيبقى عندنا خضار وعندنا لحوم أو فراخ، فكمية الرز بتكون قليلة وبنعتمد على تواجد الخضار في قلب الرز. حطينا الملح قبل ما طلعنا الفصل، خليكي فاكرة ما تنسيش. هننزل بالرز بتاعنا، الرز البسمتي غير الرز المصري. الرز المصري طبعا بيتفوق بان هو بيفرد عضلاته وادواته من الكربوهيدرات والنشويات والحبه تكبر، غير الرز البسمتي. عشان كده لما بتعملوا شويه رز مصري صغيرين بتلاقي الحله اتملت. الرز البسمتي عكس الرز المصري، الحله بتبقى التلتين تقريبا اهو. هنغطي الحله دي كده ونسيبها، نحط شويه كمان. اللهم صل على النبي. غطيها يا عم الشيف وسيب البخار والغليان. اللهم صل على النبي. نقلبها مع بعض. الله، ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده. دجاج، ممكن بدل الدجاج لحم ضاني. بهارات عربية، عنوان المطبخ السعودي الخليجي، هو ده عنوان الأكل العربي. معانا خضار الرز البسمتي. قلبها تقلبة حلوة كده ونخليها على النار التانية. هتاكل الرز وبعون الله هتسيب الخضار والدجاج. هتاكل الخضار وتسيب الرز والدجاج. الله، الكبسة كده زي الفل. حلو قوي. الرز استوى لسه. انا ما بكدبش، كل الجمهور بتاعي في كل دول العالم عارفين الشيف المغازي بيتعامل بتلقائيته. الرز لسه ما كملش سواه. واعتدنا على موقفي ده ليوم الدين، اتكلم الحقيقه. الكوسه مستويه، الخضار مستوي، البتنجان مستوي، الفراخ مستويه، وده عاجب كل الناس حبايبي. ليه يا عم الشيف؟ عشان ما تبجيش انت وانت بتتابعيني دلوقتي شفت الرز قعد على النار 10 دقايق مع النار الحلوه هتيجي تقولي لي الرز زمانه استوى ده الشيف قعده 5 دقايق. لا، انت ليكي نظره، ليكي لمسه، ليكي التست بتاعك، تعرفي اذا كان الرز استوى ولا ما استواش. وانت في المطبخ كده مع نفسك زي الفل. كده الكبسه بتاعتي مع الخضار مع المكونات بتاعتها الجميله اللطيفه معايا. الجرنش او البرزنتيشن، الخضار كفيل يديني الشكل الحلو، واذا مش موجود الخضار ممكن نحط ليمون شرايح او برتقان شرايح.